وعانيت بزاف وقاسيت بزاف وتمحنت بزاف معاها، وما كنت ما كنتش نتمنى لها تطيح في هذا الموقف. انا ما كذبتش عليك، هذيك الساعه انا ما بغيتش هي تمشي كاع للحبس، انا كنت جيت انا بلاصتها لحقاش الراجل هو اللي كيتحمل المسؤوليه. مقدم لي شي محتوى زوين اللي غادي اللي كيرضي الله وكيرضي خوتي المغاربه وخوتاتي المغربيات من طبيعه الحال، ويشرفني انا كأم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في المنزل ديال الاخت فاتحه والزوج ديالها فاتحه المشهوره بروتيني اليومي مثيره للجدل. كنت جريت معها حوار وعدت المغاربه انه غتغير المحتوى لما هو احسن. في خضم الموضوع القضاء والقدر كتب عليها شهرين سجن نافذه في موضوع اخر يتعلق بشنآن مع السلطه المحليه في امور تتعلق بالبناء ديال المنزل. هل هاد الاشياء اللي بغات تبني هي مرخصه؟ نعم ام لا؟ موضوع النقاش. هاد الشهرين اللي دوزه ديال السجن تقدر تكون سبب انه تعيد النظر في مجموعه من القرارات ديال فتيحه. غادي نشوفوا معاها هاد الشهرين ديال السجن كيفاش دازت. فتيحه، دوزتي شهرين ديال السجن، غيرتي في الاول، انت غيرتي المحتوى، شنو استفدتي في هاد الشهرين؟ اولا السلام عليكم، شكرا لك اخ يوسف، شكرا لك لبيتي الطلب ديالي ومرحبا بك عندي. تنشكر الاساتذه اولا اللي ترافعوا في 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 جميع الجلسات ديالي، وتنشكر خوتي اللي شدوا لي وليداته وضربوا تماره، وتنشكر نعيمه الطالبي فاعله جمعويه اللي مسكينه وكبات القضيه ديالي. وشنو اللي استفدت في السجن؟ الصراحه استفدت بزاف ديال الحوايج. تما كنعس بحال كنعس ايها السجناء، كنفيق مع الثمانيه كنديروا لابيل كما كيديروا تما، كيجيو الصباح كيحلوا علينا البيبان، كنفطروا، كتجمعيت مع السجناء، كتحاوري معاهم، كتهضري معاهم، كتشوفي بزاف ديال الناس المعاناه ديالهم. كنشوف من طبيعه الحال هل كل وحده باش محكومه، كاين اللي محكومه بخمس سنوات، ثلاث سنوات، ربع سنوات، كتشوفي داك الشيء ديالك انت راه كيف والو، راه شي حاجه بسيطه. وهما مساكن كانوا كيقولوها ليا، كنبقى بعض المرات كنتفكر ولادي تنبكي، تيقولوا لي شتي فتيحه انت هادشي ديالك راه كيف والو، راه دابا ان شاء الله تخرجي، شوفي حنا اللي مدوزين هنا مده طويله، وشوفي كتشوفي كيفاش توصل تما وكيفاش المعاناه ديالهم، واستفدت منهم بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج ممكن نتفاداهم انا في حياتي باش ما نوصلش لتما. كاينين شي حوايج كناخذهم اغلاط في حياتنا وما كنكونوش عارفينهم باللي اغلاط، وما كنكونوش عارفين كتاخذيهم بكل طلاقه وبالسذاجيه ديالي. يمكن كناخذ شي حوايج شي امور ما كنكونش عارفهم باللي ممكن يوصلوك لديك البلاصه، يوصلوك لشي حوايج اللي صعابين بزاف. يعني اللي فهمت منك هو من شتي مشاكل الناس وبعض الملفات اللي شيء ما خطيره، قارنتيها بداك المشكل تاع البيجامات، بالك داك الشيء ديالك تخربيق وصافي. معلوم بالي داك الشيء ديالي عيط تخربيق، بالي داك الشيء عيط كيف والو. ملي كتشوفي وحده امراه هي محكومه ب 10 سنين، بخمس سنين، ست سنين، سبع سنين، الله يطلق سرحهم يا رب العالمين، راه كيجيك داك الشيء ديالك كيف والو، راه كيجيك داك الشيء شي حاجه بسيطه، شي حاجه والو. ما كتشوفيش بانه هذا قضاء وقدر من عند ربي انك تعيدي النظر في بعض الخرجات ديالك اللي صعيبه؟ معلوم، جلست تما وفكرت مع راسي ورجعت للسين تام الاول، ورجعت نفسي من طبيعه الحال، وعرفت شي حوايج كنت كنغلط فيهم كما قلت لك، وما كنتيش كتعرفي الغلط ديالهم، وما كنتيش كتعرفي باللي شي امور يقدروا يوصلوك لشي حوايج اللي تتكون صعيبه بزاف كما قلتي، شي ملفات واعرين وخطيرين جدا. كنتي كتوقعي انت شهرين في الحكم ولا كنتي كتوقعي اكثر؟ وشنو كنتي كتوقعي؟ في الحقيقة كنت كلش تيقول لي تما معاهما بحكم قدامين تما تيعرفوا شنو هما المساطير، هذه هي اللغة باش تيهضروا. تتقول لك مثلا المسطرة ديالك يقدروا يعطوك فيها القد والقد، أنا غير مجرد ما تيفوتوش لي ثلاث شهور تنقول لهم غنموت أنا، أنا غير مجرد تنقول لهم مازال ثلاث شهور ولا شهرين ولا هذه نقدر نتحملها، تيقولوا لي تقدري تحكمي بست شهور تقدري هذا، تنقول لهم غنموت أنا هنايا.
قلتي انت بحال روشارج ديال التليفون كتحملي 3 شهور تلحبس فقط. 3 شهور تنقول لهم 3 شهور ما عنديش مشكل ولا شهرين، ولكن ما اكثر الصراحه صعيبه 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 بزاف، وصعيبه ملي كتكوني مفرقه مع وليداتك وتجي صعيبه 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 صعيبه. والحمد لله وخديتها تجربه واستفدت منها بزاف ديال الحوايج، واستفدت منها بزاف خديت منها بزاف ديال الدروس، ماشي درس، بزاف ديال الدروس وبزاف ديال الحوايج ممكن دابا نتفاداهم انا في حياتي باش نقدر ما نطيحش في شي موقف اكثر من هذا. يعني ملي عشتي في القانون هدنتي دابا مره واحد ديالك. معلوم من طبيعه الحال عرفت شنو هي اللي عليا وشنو هي اللي خاصني ندير وشنو هي اللي ما خاصنيش ندير. هنا غادي نرجع معاك غادي نشوف الزوج، شهرين ديال السجن عشتي بوحدك، الخاله خدات الوليدات كتمشي لعندهم، كيفاش حسيتي بهذا الموضوع؟ اولا كنشكرك الاخ يوسف ومرحبا بكم عندنا في الدار ديالنا. اخويا عانيت في هذا الشهر اللي دوزت فاتحه، قاسيت بزاف، كنت نتنقل من عند الوليدات، كانت الوليدات ديالها عند الخاله ديالها الاخت ديالها عفوا، وكانت هي مسدوده في عين عوده، وانا كنسكن في المنطقه ديال سيدي حيا، يعني كنت نتنقل بزاف، وكنت في نفس الوقت جالس من الخدمه وعانيت بزاف، يعني الدراري بعاد والجوجه ديالي مسدوده وانا في بلاصه وهي في بلاصه، وعانيت بزاف وقاسيت بزاف وتمحنت بزاف معاها، وما كنتش نتمنى لها تطيح في هذا الموقف. زعما هاد الشهرين هادي اللي دوزت بزاف، ما كنتش ندخل حتى للدار ودي اخا يوسف. قبل ما تشد كانوا انت واحد المره الله يجازيها بخير، واحد المحسنه كانت عاوناتها وداك الشيء، ودارت فيديو ووريت الناس الحوايج اللي صيفطت لها وداك الشيء، يعني الدار عمرت الثلاجه وداك الشيء، كندخل الدار ما كنحوش الثلاجه ودي اخا يوسف. اشنو في ديك الثلاجه دانون هادي، كندخل كنشوف الحوايج ديال الدراري داك الشيء في الثلاجه، والماده مسدوده. زعما ما نكذبش عليك ودي اخا يوسف، قاسيت بزاف وعانيت بزاف هاد الشهر اللي تشدات فيها فتيحه. دابا انت والله بعدا ملي خرجت لي عند وليداتي دابا انت ولفتي الغوت ديالها. من طبيعه الحال من طبيعه الحال راه كتبقى الجوجه ديالي كما كان الحال، كتبقى الجوجه ديالي، وكنحمد الله بعدا ملي خرجت لينا في هذا الشهر رمضان عليها الله ي... تي كتزورها؟ زرتها مره واحده حيت ما كانوش يدخلوا للزياره، قدروا يدخلوا الحوايج وداك الشيء، ولكن انايا ما كنتش زعما ما شفتها مره واحده، حيت عانيت انا بزاف في الشهرين هادي، حيت قلت لك ما كنتش خدام واخا عاونوني شي ناس، ولكن كتبقى ام عندها دور كبير في الدار. الحال كتبقى حسيتي بالدور ديالها؟ حسيت. انا ما نكذبش عليك هذيك الساعه انا ما بغيتهاش هي تمشي كاع للحبس، انا كنت مشيت انا في بلاصه لحقاش الراجل هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الدار، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم حتى هي كما عاودت لك خويا صفرا استفدت في هاد الشهرين هادي، والانسان خاصو يعرف شنو تيدير في حياته، والحمد لله انا فرحان بعدا ملي خرجت لي عند وليداتي في هاد الشهر الكريم. غادي نرجع عندها هي. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا اكثر في الموضوع ومن الطابع ديالي انني كنبدا بمقدمه وبخاتمه، هنا غنوقف في الوسط. تحليل في الموضوع انه هذه القصه للعبره، كان شنآن بين فتيحه وبين الزوج ديالها، مره قدر وتبعوها الراي العام بشكل كبير انه عرضها للضرب، حاليا كلام ديالو مغاير مثل هاد الاخطاء، تيقول لك حسيت بالدور ديالها، يقدر يكون هذا القضاء والقدر هو درس يجب اعاده النظر والاحساس بالعلاقه الزوجيه بين الاطراف، حس بالزوجه، حس بالوليدات، هي كذلك تحس بوليداتها، حاولت ما امكن تغيرت كما كتصرح انه تهدن من الروع ديالها في بعض الخارجات اللي كانت موضوع النقاش، والبوبليك كان متبع الامور بشكل كبير. هذه كلها دروس، القضاء والقدر ما عندنا عليه هروب، يقدر يكون مجموعة من الأشياء صعيبة في الأول شهرين سجن، ولكن في حد ذاتها غادي تعطي مسار لحياة صحيحة فيها إعادة النظر مجموعة من الأخطاء السابقة. غادي نشوفوا مع فاتحة كيفاش غتواكب الحياة. دابا خرجتي الحمد لله وعندك القناة ديالك، نوعية المحتوى، كنتي ديك شهرين كتخممي كتقولي غنمشي نخرج ان شاء الله غندير غنفعل، كي هاد الطموح. آه، يلا قولي لينا
شنو كطمحي دابا انت؟ اللي كنطمح انا دابا بغيت ندير محتوى زوين، وعندي بزاف ديال الطموحات ان شاء الله. نخرج نصور لهم على برا، نتقاسم معهم الاشياء البسيطه ديال الدار ديالي، ديال المنزل ديالي، وبغيتهم يقبلوا عليهم واخا شي حاجه بسيطه. وهذا الشيء اللي بغيت نقدم لي شي محتوى زوين اللي كيرضي الله وكيرضي خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات من طبيعه الحال، ويشرفني انا كأم. سلام، هذا هو الكلام الطيب. واحد الله يوفقك، الله يوفقك يا ربي. الزوجة سمعتيها، كلام محتوى راقي، في شي حاجة تقدم للناس فيها إضافة ممتازة يرضوا عليها ويرضى عليها الدين الإسلامي، وهذا خير. كيفاش كتشوف هذا؟ أنا فرحان بهاد الكلام ديال الجميل اللي كتقول للناس خوتي المغرب. خاصك ما تضربهاش. لا لا حاشا، ما نبقاش نضرب أنا. مادام أنا أشوف أنايا، أنا الإنسان كما قلت لك اخويا يوسف، انا جربت دابا ملي فرقتني فشهاد شهرين هادي، عانيت بزاف وعرفت بالقيمه ديالها، وحسيت بالام المغربيه كيفاش تعيش مع وليداتها داخل الدار، وكيفاش تربي الوليدات ديالها، يعني حتى هي مسكينه قاسات وتناقصت والحمد لله. واستفدت، عاودت لكم، قلت لكم يعني الانسان كيستافد، وقالت لكم دابا الحمد لله غادي تقلب المحتوى، وخاص خوتي المغاربه يتضامنوا معاها في القناة ديالها، وغادي الحمد لله كاع حنا. انا كنعرف خوتي المغاربة عندهم واحد القلب طيب، وخوتي المغاربة ما كيفوتوش فاتحة، انا كنعرف كل شيء، وكنشكر خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن اللي تعاونوا مع المدام ديالي. الله يوفقك. اختي كلمة أخيرة، الاسم ديال القناة ديالك؟ الاسم ديال القناة ديالي أفكار بسيطة مع فاتحة. كنتمنى من خوتي المغاربة يشجعوني ويعاونوني على وليداتي أنا فقط. ما بغيت شي حاجة، بغيت أنا نربي دوك الوليدات أحسن تربية. ما بغيتهمش ينحرفوا في الحياة، ما بغيتهمش يديروا شي حوايج خايبة، بغيت نقريهم، بغيت نربيهم، بغيتهم يكبروا بحال كما كيعرفوا المغاربة كاملين. أنا خدمت في الديور، خدمت في الميناج، خدمت بزاف بزاف ديال زعما ديال المهن. خدمت حتى في لافاج، خدمت بزاف ديال البلايص. انا همي الوحيد علاش انا قاعد درت هاد لاشين، باش نبقى باش نقابل وليداتي، باش ما يتعرضوش لشي حوايج في الزنقه، باش نبقى مراقباهم. حيت انا بوحديتي هنايا ما يمكنش نبقى نمشي نخدم ونخليهم في الدار، خاصني نبقى معاهم هما وليدات صغار. وتقدر كنت كنسد عليهم وكنت كنخاف، تنقول ربما توقع شي حاجه ورايا ربما. وهادشي اللي بغيت وكنطلب، وتنشكر خوتي المغاربه اللي ساندوني وبقاو فيهم وليداتي بزاف بزاف بزاف، تنشكرهم. وبغيتهم يزيدوا يكملوا معايا المسيره ديالي، ويزيدوا راه الا عاونوني راه بحال عاونوني كاع. غادي هاد الوليدات غادي نقدم بزاف ديال الحوايج، وغيكبروا وغادي نشوفهم أحسن صورة إن شاء الله الرحمن الرحيم. أختي على سلامتك، والله يوفقك. الله يسلمك خويا يوسف، والمغاربة تاج فوق الراس، وراجلي تا هو، وأنت خويا يوسف شكرا لك بزاف بزاف بزاف، والله يسهل أمرك. وتنشكر المغاربة والله يجازيهم بخير، شكرا لهم بزاف. مرحبا، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في التعليقات كتكون مجموعة من الملاحظات، ولكن الإنسان في الدنيا ممكن يخطأ، وممكن تكون بعض الأمور إيجابية، ولكن من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. الكل خطأ، ولكن الصحيح هو يجب معالجة الخطأ في أمور صحيحة في المستقبل. فاتحة كما قلت في السابق، هذا قضاء وقدر، دارت إعادة النظر في الحياة ديالها، كطمح أمور إيجابية وراقية يرضى عليها المجتمع المغربي بطبيعة الحال. دورنا هو مساعدة الأخت فاتحة في الظرفية الراهنة في هذه القناة البسيطة ديالها، باش تواكب الحياة وتساعد وليداتها وتقدم واحد الإضافة اللي يرضى عليها المغاربة بشكل كبير. وهذا هو دورنا اللي كنتمناو، أنه الدعم للمغاربة يشكل قوة كبيرة بالنسبة للأخت فاتحة والزوج ديالها والعائلة الصغيرة، وهذا هو اللي كنطمحوا ليه. مشاهدينا الكرام، نحن في رمضان، الله سبحانه وتعالى مسامح كريم. تعليق المواطن، شكرا لكم.